متابعينا متابعين مكتب هلال للسياحة ورحلات في لندن، يومكم جميل، يومكم سعيد، يومكم مبارك. خدنا القهوة، الجو محتاج قهوة، أمطار شوية بارد، دلوقتي أفضل، أمطار كانت جدا قوية من شوية. موجودين فين؟ موجودين في أوتلت بيستر فيليج، محبي لندن، عشاق لندن، وخصوصا عشاق التسوق، عشاق التسوق، محبي التسوق، من أفضل الأماكن في هي على فكرة مش في لندن، هي خارج لندن على بعد ساعة من لندن. ده أوتلت بيستر فيليج. إيه هو الأوتلت يا جماعة؟ هنتكلم عن مميزات الأوتلت. قبل ما نتكلم، اللي حابب يتابعنا على السناب، احنا عندنا تغطية يومية للندن، لانها مكتب سياحة، استقبال وتوصيل مطارات، وهنتكلم عن خدماتنا، استقبال وتوصيل مطارات الى جانب سيارات مع سائق، رحلات زي أوتلت بيستر فيليج، رحلات ركوب الخيل، المدن الساحلية، سفاري بارك، رحلات الصيد، صيد الحمام، صيد البط، صيد الغزلان، كتير من الرحلات الى جانب السيارة مع سائق زي ما قلنا، واستقبال وتوصيل مطارات وخدمات VIP. وبالتالي دايما بنغطي الاجواء في لندن، قوانين اجراءات في لندن زي ما اتكلمنا عنها على الانستجرام، حابب تتابعنا على الانستجرام، موجوده كل اخبار لندن بخصوص القوانين والاجراءات المطلوب من القادمين الى لندن والاجواء في لندن، تحذيرات والنصايح حطيناها على الانستجرام من يومين بخصوص الاوضاع في لندن. شبه عربيه الفول دي صح؟ طيب ايه هو الاوتلت؟ اوتلت بيستر فيليج، ايه مميزاته؟ مميزاته يا جماعه انه كل الماركات العالميه موجوده في مكان واحد، مش محتاج ناخد العربيه من مكان الى مكان. لاحظين كل الماركات العالميه موجوده هنا تبع برادا. الميزه الثانيه ايه؟ مطاعم كافيهات موجوده في كل حته. ده مثلا على سبيل المثال، ملاحظين ده احد المطاعم الدنيا مطعم الواحد جعان محتاجين نتغدى، الكلام ما بيطلعش مظبوط. ده احد المطاعم الايطاليه موجود هنا امام برادا مباشرة. ده مطعم جدا كويس، في كتير مطاعم كلاسيكية، مطاعم مميزة هنا في الاوتلت، الى جانب طبعا اكلات سريعة وجلسات خارجية موجودة في كل حتة. ايضا موجود مسجد ما شاء الله في الاوتلت، وبالتالي موجود هنا كل حاجة ممكن نحتاجها عشان نقضي يوم كامل. طيب الميزة الثالثة والمهمة، ان الاوتلت يا جماعة اسعاره 35% اقل من نفس البراند اللي موجود في لندن، في برمنجهام، في مانشستر، في اي مدينة تانية. وده اللي بيخلي الناس تيجي من المدن الى الاوتلت اللي هي بعد زي ما قلنا عن لندن حوالي ساعة. مواعيد الاغلاق ايه؟ بسرعة، الدنيا متمطر، فشبه انا شبه الديك المبلول، فعايزين نخلص بسرعة الفقرة دي. بيفتح من الاثنين الى السبت من 9 صباحا الى 8 مساء. يوم الحد بيفتح من 10 الى 7، 10 صباحا الى 7 مساء. طيب عايزين ناخد فكره سريعه واحنا بنتفرج على الاوتلت. اللي حابب يعرف فكره يعرف تفاصيل اكتر يتابعنا على الانستجرام وعلى السناب. عندنا تغطيه يوميه هنا تفصيليه على السناب والانستجرام طبعا، اللي فاتوا حاجه ممكن تشوفها على الانستجرام. طيب ايه هي اخر القوانين والاجراءات والاوضاع في لندن؟ شوف يا جماعه، الاوضاع في لندن جدا ممتازه لو اتبعنا النصائح اللي حطيناها على الانستجرام. اربع نصائح جدا مهمه للموجودين في لندن والقادمين الى لندن لازم نخلي بالنا منها، غير كده الاوضاع في لندن جدا ممتازه، ما عندناش اي مشكله من اي نوع. زي ما قلنا، اتجاه حكومي من فترة لدفع الناس يعني التعايش مع موضوع كورونا، وكورونا أصبحت الحقيقة من الماضي، القوانين وإجراءاتها خلاص بقت قوانين وإجراءات كورونا. طبعا اتلغت حتة لبس الكمامة، ما بقتش إجبارية. مهمة جدا على فكرة حتة التباعد الاجتماعي برضو اتلغت، كل الحاجات اللي ليها علاقة بكورونا اتلغت من إجراءات القوانين في بريطانيا. وبالتالي الحياه اصبحت الى حد ما جدا طبيعيه، مع ناخد في الاعتبار النصايح اللي اتكلمنا عنها واللي موجوده على الانستغرام. طيب قوانين السفر، قوانين السفر زي ما قلنا اتلغى موضوع البي سي ار، اللي جاي الى بريطانيا ملوش مش محتاج بي سي ار. ومع ذلك يا جماعه ضروري نتواصل مع خطوط الطيران اللي احنا جايين عليها ونشوف اذا كان فعلا محتاجين بي سي ار ولا لا، لان الموضوع ده خاص بخطوط الطيران مش بالمطار. هنا في بريطانيا مش محتاجين بي سي ار. ايضا اتلغت حته موضوع المسحه، ما بقاش في مسحة، مش محتاجين مسحة لما نيجي بريطانيا.
عارفين طبعا موضوع الكلاب ده انتشر في كل حته او تلاقي حتى المطارات اللي فيها كلاب منتشره بشكل مش طبيعي. طيب ايه تاني؟ بس المطلوب من القادمين الى بريطانيا حاجه واحده فقط، انا بتكلم عن المطعمين يا جماعه، بتكلم عن المطعمين، مطلوب فقط يملى الفورم باسنجر لوكيتر فورم اللي المفروض يتملى بالسفر 48 ساعه فقط، ما بيفتحش معانا قبل كده. ده فقط المطلوب من القادمين الى بريطانيا في الفتره الحاليه. اما بالنسبه للغير مطعمين فمطلوب منهم يملوا الفورم برضو، لكن يحجزوا مسحه اليوم الثاني واليوم الثامن لان هم غير مطعمين، لكن ما فيش عليهم حجر، يعني ما فيش حجر على المطعم او غير المطعم، بس يحجز مسحه اليوم الثاني واليوم الثامن وفري طبعا هو يخرج من اول ما يوصل. سهلوا الاجراءات السفر جدا 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 وقريبا ان شاء الله تتلغى تماما. ابولو كما قلنا كل البراندات العالميه موجوده هنا في الاردن. حبيت اديكم فكره عن خدماتنا، حبيت اديكم فكره عن المكان اللي احنا فيه النهارده. رحلاتنا رحلات جدا مميزه ومتعدده. حابب يتابعنا بشكل اكتر يتابعنا على السناب نفس اسم الحساب هلال كارز يو كي، او يتابعنا على الانستجرام. متشرف بمتابعه الجميع، متشرف بخدمه الجميع. معكم احمد هلال، مكتب هلال للسياحه والرحلات في لندن. نقطه اخيره عايز اتكلم فيها، المبنى اللي قدامنا ده يا جماعه اسمه الابارتمنت، ده اسمه الابارتمنت، الباب بتاعه من ورا. ايه هو الابارتمنت؟ هو خدمه في اي بي احنا بنعملها هنا في الاوتلت. ايه هي خدمه الفي اي بي؟ من خلال الابارتمنت ده يا جماعه حسن الضيافه، ناخد نطف، ناخد قهوه، كافيه، كروسان، حسن الضيافه، وبنستقبل خدمتين جدا مهمين. ايه هم الخدمتين دول؟ اولا هنسوي شوبينج، يعني بنشتري كل حاجه، اي حاجه بنشتريها بنسيبها في المحل، هم بعد كده بيتجمعوها ويجيبوها لحد عندنا في الابارتمنت، سواء المكتب يروح ياخدها من هنا الابارتمنت. طب ايه هي الميزه الثانيه؟ الميزه الثانيه هي ديسكاونت، 10% ديسكاونت على كل المحلات والمطاعم الموجوده هنا في الاوتلت ما عدا برجر برادر اللي عندهم ديسكاونت خاص بيهم. دي خدمات الفي اي بي اللي احنا بنقدمها هنا في الاوتلت، الى جانب طبعا كتير من الرحلات بنقدم فيها خدمات في اي بي، الى جانب الفي اي بي اللي بنقدمه ايضا في استقبال المطارات. دي كانت نبذه سريعه عن الاوتلت، الاجواء في الاوتلت وطبيعه عملنا ونشرب خدمه الجميع.